في أجواء رهيبة جدا في حديقة السوادي. جينا للمسرح الرئيسي وقابلنا ويلمان وديوي، وإن شاء الله بيكون لقاء يعني مثري يا خلف جدا. نرجس طبعا ويلمان وديوي جالسين يقدمون العروض، يعني هم عالميين جالسين يقدمون يرحبون في الناس، بلس أنهم ما شاء الله عليهم عندهم خبرة في العروض أعتقد، بس نبغى نتعرف عليهم أكثر. وعندنا الفرقة كاملة ويانا اليوم. جميل صح؟ حلو، يلا نبدأ. يلا. ابدأ من ديوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخبار؟ بايك. لا أنت ما شاء الله عليك يعني بتقدمين على المسرح قبل شوية والناس كلهم متفاعلين معك. أيوة أنا بحاول أبجرب، يعني بحاول يعني أبقدم بطريقتي طريقتك الخاصة. طريقتي خاصة. كم سنة في السعودية؟ أنا 33 سنة. ما شاء الله. ويلمان، تكلم لي عن الأجواء وكيف قدرت أنت بأسلوبك الساحر أنك تبسط الجماهير الموجودة. Actually this is my second experience here in Riyadh season. I have been in Riyadh season 2022 and this is my second chance in Riyadh season 2023 and I'm very pleased, I'm very glad to be part of this community. So thank you very much Riyadh season for having me and all the dancers here. We are very proud to show our culture, Indonesian culture. Thank you very much. أوكي. طبعا هو يقول بأنه كان في الرياض في مرة أولى والآن يعود المرة الثانية، سعيد جدا بأنه اليوم يقدم ثقافته مع الفرقة الرائعة جدا ويقدم الثقافة الإندونيسية، ويقول بأنه عاد للمرة الثانية سعيد جدا بعودته ويشكر كمان موسم الرياض. يشكر موسم الرياض. أنا نسيت بعد إيش قال. إيه لأنهم سمحوا له أنه يجيب هذه الفرقة ويستعرضوا ويكونوا جزء من هذه الثقافة في حديقة السوادي. صحيح. بسألك سؤال، ما شاء الله عليك 33 سنة، أنت إحنا سولفنا قبل شوية قبل ما نسجل وقلتي لي ما شاء الله تبارك الله أنت أم لأطفال سعوديين. أيوة صح. أنت عائلتك نص سعودي ونص إندونيسي. نص سعودي نص إندونيسي. أنا أحب اثنينهم. أحبه. تحبينهم كلهم؟ إيه كلهم. إيش رأيك في موسم الرياض؟ إيش رأيك في الأشياء اللي قاعدة تصير؟ والله العظيم أنا يجي من جدة على كلٍ، أنا مش من رياض، أنا من جدة، وصراحة أنا مرة مبسوط وطبعاً يعني أنا مرة مشكور عشان في فرصة نقدم البرنامج هنا on the stage. طبعاً أنا يعني I'm so proud عشان قدمت الجاليات الإندونيسية. أيوة عشان إحنا عندنا مرة كتير رقص موهبين، أوكي مغنيين كمان. حلوة ثقافتكم. أيوة شكراً جزيلاً. أبيك تعلمين نرجس كيف تتكلم إندونيسي، أعطيها كلمات جديدة. أوكي أنت عارف أبا كبار صح؟ يس. إيش يرد؟ طيب لو أنا يقول أبا كبار عليك بلي؟ باي 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 جزيرة. ما في بالي باي باي. يس باي باي. أو نايس. أحبك أحبك. أيوه أحبك. أحبك يعني أكو cinta kamu. Aku cinta. Aku yani ana. Aku cinta kamu. Kamu yes. Aku cinta kamu. Aku cinta. Aku cinta kamu lejemia. Mungkin wahid kilma. Ana saraha yani بالنسبه لسويدي بارك يعني سويدي حديقه السويدي هذا موسم رياض يعني صراحه هذا حقت عائله. انا ابا يقول كل الناس تعالوا يجي هنا تعالوا عشان هذا منطقة مرة رائعة، أوكي وشجر مرة كبير، أنت عارف إندونيسيين هب شجر، كل أكسجين، أيوة كله أكسجين، صح. بعدين الترتيب هنا مرة ممتاز، وبعدين الفعاليات فعاليات حقت جاليات، وبعدين إحنا بعرف كمان إحنا عندنا جاليات فلبين، إندونيسيا طبعاً. بعدين السودان باكستان نيبال باكستان هند يعني كده أجواء كثيرة كله كثير يعني كده
بدل احنا نروح مكانكم يعني مكانهم بعيد هل موجود هنا صح ولا لا؟ مجانا بلاش مجانا بلاش كمان سيما قاسي سامة سامة.